أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم. إزايكم وعاملين إيه؟ الهواوي بقى الميت باد البرو الـ11 ولكن إصدار 2024 اللي جاي. بصراحة تابلت أو باد تحفة، جاي بمعايير رائعة. اللي متابع معانا السلسلة دي كنا بنستعرضها كل سنة هيلاقي إن فعلا سلسلة الميت باد بتلقى ترحيب جامد جدا في السوق، خاصة إن السعر بيبقى كويس وعلى قد الإيد، واللي نعرفه طبعا في آخر الحلقة دي، وخاصة كمان ان التصميم نفسه وروعة الاداء على الباد ده تحفة وبتعجب الناس كلها، خاصة الناس الديزاينرز اللي بيستخدموا القلم وبيقعدوا يصمموا على التابلت ده. وبصراحة حاجة اقول لك كده، مش هنقول هو منافس جامد قوي للباد اللي من شركة ابل، ولكن هو على الاقل بيلقى احتفاء وقبول في الفئة المتوسطة من المستهلكين، خاصة بتوع الجامعات او بتوع اللي بيعملوا بيزنس ومشاريع وبرزنتيشن والكلام ده. فعلا سعر التابلت ده روعة مع الفيتشرز والسبيكس اللي احنا هنقدمها النهاردة وهنشرحها بالتفصيل. هنشوف الباد دوت، هنشرحه حتة حتة، هنشوف سلبياته وإيجابياته، هنقف على نقاط الضعف بتاعته والقوة. هخلي ما بين ايدين حضراتكم داتا كاملة عشان لو عايز حضرتك تتفضل وتشتريه ولا لا. بعيد تاني يا جماعة، اشتراككم في القناة مهم جدا، التفاعل مع الحلقة بيعلي الحلقة دي في خوارزميات اليوتيوب. مهم جدا اللايك الشير الكومنتس، تفعل زر الجرس، كل الكلام بقى اللي احنا مش عايزين نرغي فيه دوت اللي انتوا كلكم ايه فاهمين. عشان ما اطولش لحضراتكم، يلا بينا نستعرض الباد التحفه اللي من شركه هواوي، وهو الهواوي الميت باد البرو الـ11 ولكن اصدار الـ2024. انا اخوكم اشرف عرفان ودي قناتكم انتوا، قناه ثاندر ليجند. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. هنستعرض مع بعضنا النهارده الباكوره الروعه اللي من شركه هواوي، وهو الهواوي الميت باد التابلت الجديد بتاعهم اللي هو البرو الـ11 بس نسخه الـ2024، جاي بمواصفات بصراحه روعه وسعر جميل. هينبسط منه الناس كلها اللي بتعشق التابلت وبتعشق الرسم عليه طبعا، وبتعشق الشغل عليه والهندسه بقى والتصميمات بقى والديزاين. قول بقى زي ما انت عايز في الشغل الجميل ده. هنستعرضه مع بعضينا ونشوف النقط بتاعه الضعف بتاعته والقوه حته حته كده واحنا ماشيين ونشوف وبنستعرض التابلت نفسه. يلا مع بعض نستعرضه، ولكن مش هنسى افكركم الاشتراك في القناه يا جماعه، مهم جدا ودعمكم ليا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم فضلكم نوصل ل 100,000 مشترك في خلال شهرين. يلا بينا نستعرض الهواوي الميت باد البرو 11 ل 2024. يلا بينا. التابلت في شكل مستطيل الشكل مع دائرية الحواف وعدم حديتها، لو هو بالعرض او ماسكينه بالعرض، وجود بيزلز حواف الشاشه وبيزلز مش قليله، عريضه شويه، والكاميرا الاماميه السيلفي في المنتصف على الشمال بالظبط، عباره عن هول بانش صغير. من الظهر بقى لو مسكناه بالطول، كلمه هواوي في المنتصف بالطول، وفي دايره اعلى التابلت بالكامل على الشمال، الدايره دي اللي فيها الكاميرات وفيها الفلاش اللي هنستعرضه لما نيجي عنده ان شاء الله باذن الله. التابلت اعلن عنه في 26 نوفمبر 2023 وهيطرح للبيع 18 ديسمبر 2023، لانه وقت تسجيل الحلقه دي ما كانش لسه دخل علينا 18 ديسمبر. التابلت ما بياخدش شريحه اتصال، ولكن في ميزه حلوه قوي هنستعرضها لما يجي وقتها. اعلن عن التابلت ده زي ما انا قلت 28 نوفمبر وهيطرح للبيع 18 ديسمبر، وابعاد التابلت ده كالاتي: 249.2 في 160.4 في 5.9 ملم، رفيع جدا. الوزن المقدر ليه 449 جرام. التابلت للاسف ما بياخدش زي ما انا قلت اس اي ام، ومدعم للستايلس سبورت او مدعم للقلم اللي بينزل بتاع هواوي. الشاشه مواصفاتها كالاتي: اوليد مليار لون، الريفريش ريت بتاعها 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 600 نتس، يعني درجة سطوع متوسطة في قلب الإضاءة العالية. مساحة الشاشة 11.0 انش،
بقوة استحواذ 87.8%، بريزوليوشن شاشة 2560x1600 بيكسل، اسبيكت ريشيو 16:10 مع كثافة بيكسلات 274 بيكسل لكل انش. برضو درجة الالوان بيقولوا عليها كويسة وحلوة، ولكن طبعا في الرقم ده يعتبر متوسطة مش قوية قوي. نيجي للسيستم اللي هينزل فيه التابلت ده، هو يبقى هارموني او اس 4.0. اما بالنسبة للبروسيسور او المعالج، هيبقى من النوع الجديد بقى الكارين 9000 اس 7 نانومتر المعتمدية بتاعته، وده تصنيع بالكامل من شركة هواوي. ده اوكتا كور او 8 انواع زي ما احنا عارفين. النواة الرئيسية بتاعته بقوة 2.49 جيجا هرتز كورتكس ايه 720، والثلاث انواع المتوسطة بقوة 2.15 جيجا هرتز كورتكس ايه 720، ده المسمى بتاعها، والاربع انواع الموفرة للطاقة بقوة 1.53 جيجا هرتز كورتكس ايه 510. وعلى فكرة توفير الطاقة في التابلت ده روعة جدا، لأن الأربع أنواع موفرة الطاقة بتدي قوة أداء مع توفير للطاقة والبطارية بطريقة عالية أوي. وحدة الجي بي يو أو وحدة الرسوميات المدعمة للأنوية من النوع المالون ال 910 الجي بي يو. للأسف التابلت ما بياخدش كروت ميموري، وده تعتبر عيب في التابلت أو نقطة ضعف أو نقطة سلبية وحشة جدا فيه، ولكن بينزل بذاكرة إما 128 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت مباشرة من النوع اليو اف اس 3.1، والرامات بتبقى 8 جيجا بايت رام مع ال 128 و12 جيجا بايت رام مع ال 512 جيجا بايت قبل الزياده فيرتشوال سيستماتيك يعني في التابلت. نيجي بالنسبه بقى للظهر، فالظهر فيه شياكه قوي. الدايره اللي مغلفه بالازاز بالكامل فيها كاميرتين، الكاميرا الرئيسيه العريضه دي 13 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 وبتدعم بي دي اي اف، ودي حاجه حلوه. الكاميرا الثانية الالترا وايد او الزاوية العريضة بقوة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. نيجي بالنسبة للال اي دي، ففي مدعم بالال اي دي فلاش بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، والمفاجأة بقى انه بيصور فيديو 4 كي بفريم 30 فريم بير سكند، ودي مفاجأة حلوة بالنسبة للتابلت زي ده انه الكاميرا الخلفية تصور بقوة 4 كي. اما الكاميرا الامامية فهي 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 وبتصور فيديو بقوة 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. بيتميز التابلت ده بالسماعات بتاعته، لانه فيه 6 سماعات محوطه الفريم بتاع التابلت ده من نوع الاستيريو، لكن للاسف مفيش مكان لتركيب الجاك اللي هو 3.5. وحدات الكوميونيكيشن الموجوده الواي فاي دول باند بحدث حاجه، البلوتوث متاخر فيرجن بس لان هو فيرجن 5.2، الجي بي اس دول باند، الان اف سي مش موجود والراديو مش موجود، اما اليو اس بي من نوع تايب سي ولكن بفيرجن 3.1 وبيدعم الاوتو جي، دي نقطه قوه بالنسبه له. نيجي بقى بالنسبه للبصمه، للاسف التابلت ما فيهوش بصمه، ولكن طبعا ولا بصمه حتى الوش، ولكن بيعتمد طبعا على السنسورز الموجوده في جميع التابلتس العاديه، زائد ان انت ممكن تحط له الباسورد بتاعه. نيجي بقى للنقطه اللي كنت بقول لكم عليها، ان مفيش كارت او مفيش اس اي ام يركب له شريحه يعني موبايل، ولكن على فكره ده بيدعم بنظام البي دي اس او الساتلايت كولينج اند مسج، يعني تقدر عن طريق القمر الصناعي تقدر تعمل مكالمات ومسج كمان، لانه بيدعم الحته دي، فالحته دي قويه جدا وسبورت ونقطه ايجابيه في حق التابلت دي لازم تتقال بصراحه. البطاريه من نوع الليثيوم كبيره 8300 ملي امبير، ومع شحن سريع 66 واط، والشحن العكسي 5 واط عن طريق الكيبل. التابلت بينزل منه اربع الوان، الجراي او الرمادي والبلو الازرق والوايت الابيض والبلاك الاسود. سعر التابلت وقت تسجيل الحلقه دي 540 يورو، يعني احنا بنتكلم تقريبا باقصى تقدير بالمصري 27000 جنيه للتابلت ده، يعني بتكلم في تابلت بالسعر ده بالمواصفات التحفه اللي فيه. فيعتبر التابلت فعلا روعه، شامل على مميزات كتيره جدا، عيوب اللي احنا ذكرناها قليله، ده تقدير يعني ليه. وقصاد السعر 27000 جنيه بالمصري يعتبر سعر قليل قصاد الامكانيات اللي بيقدمها التابلت ده بصراحه. لغايه ان احنا وصلنا نهايه الحلقه، يا رب تبقى المواصفات او المعلومات فادت حضراتكم، ورحب جدا بالاستفسار في اي وقت، وانا تحت امركم وهرد على استفساراتكم على طول. مش هنزل كل مره يا جماعه افكركم الاشتراك لو سمحتم، بلغوا كل الناس اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش يشتركوا في القناه، سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، والكومنتس والتفاعل معلش مع الحلقه، وزر الجرس فعلوه عشان يجيكم كل جديد.
شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.